في فيديو بالتيك توك شفته لولد بالمدرسة، الأولاد اللي حواليه كانوا بيحكوا معاه عادي وفجأة صار يهددهم. You don't want to make a deal with the devil. Ooh, you're the devil. You're the guy under my bed. Remember, they stand behind me, I protect them. How about they stand next to me, I defend them. Are you stand talking against about her? Me, I show no mercy. Oh, I'm so sorry. Fist bump. I'm sorry. No, I'm sorry. إن شاء الله يكون هذا الفيديو مزح، بس ما أتوقع مزح من شكل الولد مبين عليه إنه فيه إشي، في إشي غريب بهذا الولد. زي ما أنتوا سمعتوا شو حكى لهذا الولد، يلي بيوقف وراي أنا بحفظه، يلي بيوقف جنبي أنا بدافع عنه، ويلي بيوقف قدامي أنا ما بورجي أي رحمة. أوعى تحكي هذا الكلام لأي ولد بالمدرسة. لو بتحكي هذا الكلام لأي ولد بالمدرسة خلص راحت عليك، راح يتنمروا عليك من اليوم اللي انت حكيت فيه هذا الكلام لحتى ما تخلص المدرسة، تطلع من المدرسة تمام. حتى بعد ما تطلع من المدرسة ممكن كمان يضلهم يتذكروا هذا اليوم ويحكوا هيك، هم والشباب يصيروا يحكوا لأصحابهم، بيتزوج يحكي لمرته هاي الشغلة، يحكي لها والله في واحد بالمدرسة مرة هيك حكالي. الكلام هذا بس تحكيه ما راح تبين انت وحش، راح تبين انت أهبل. هذا الفيديو ذكرني بفيديو أنا مرة سويت عليه ردة فعل زمان لولد كان بيغني لبنت بالمدرسة عشان تصير الفالنتاين تاعه. مش عارف ليش الصراحة بالذات هذا الفيديو خلاني أتذكر الفيديو هداك، لأنه هذا إشي وهذا إشي. هداك الولد كان بيغني لبنت، هذا قاعد بيهدد أولاد المدرسة. يمكن ذكرني فيه لأنه الفيديوهين هم كرنج، الفيديو هاد اللي هلأ شفناه والفيديو هداك اللي سويت عليه ردة فعل زمان. I don't know where I am supposed to go so high. Might just take my pride and go. Some people, they know everything, but I know that they don't know my heart. انتوا لاحظوا البنات، لاحظوا كل اللي قاعدين بالصف كلياتهم هيك مغطين وجههم، واحد بتطلع على الارض، واحده عامله حالها قاعده بتدرس، كله بده يضحك، كله بده يفرض ضحك، والولد هاد لسه مستمر وقاعد بيغني هاي الاغنيه عشان البنت تصير الفالنتاين تاعه. المشكله مش هون، المشكله مو انه غنى هاي الاغنيه، يا ريت بعد ما غنى هاي الاغنيه البنت حكت له اوكي انا بدي اصير الفالنتاين تاعك وخلص راح اصير حبيبتك. العكس صار تماما. Oh yeah, I believe in love. I hope I can show you what I mean. I don't believe God's for me. So won't you come around and prove me wrong? Will you be my Valentine? بعد كل هذا الإحراج يلي حط حاله فيه، البنت بكل بساطة حكت له لا، وبعدين حطت إيدها على تمها هيك شفقانة عليه. لا تحط حالك بهيك موقف يا أخوي، بحياتك لا تحط حالك بهيك موقف. أنا بعرف في منكم بيحضرني مثلا بألمانيا، بكندا، بهاي الأماكن اللي بيكون في اختلاط وعادي عندكم هذا الإشي. بحياتك لا تحط حالك بهيك موقف. هلأ الفالنتاين جاي، قرب الفالنتاين كتير، اوعك تروح عند بنت وتعمل هيك اشي، تروح تغني لها، لانه حتى لو قبلت تكون حبيبتك وطلعت معك بالفالنتاين، الموقف جدا محرج والكل راح يتذكر هذا اليوم ويتذكر الموقف الكرنجي اللي انت سويته. هذا الانسان يلي هلأ شفناه قضيته شغلة تانية، هذا مش بس مرة هيك سواها اكثر من مرة. يعني اول مرة البنت حكت له لا، رجع سوى هذا الاشي مرتين كمان لحتى ما اخر اشي بنت حكت له اوكي خلص بصير الفالنتاين تاعك. اتوقع البنت حتى اللي حكت له بالاخر اوكي انا بدي اصير الفالنتاين تاعك شفقت عليه فقط لا اكثر. فبحياتك لا تحط حالك بهيك موقف لانه اشي جدا محرج. اليوم انا بعد ما شفت هذا الفيديو اللي بالتيك توك اللي كان واحد بيهدد اولاد بالمدرسة، بعدها رحت ادور باليوتيوب على اولاد بالمدرسة قاعدين بيسووا اشياء كرنج، ويا ريتني ما رحت دورت لأنه شفت أشياء جدا سيئة أسوأ من هدول الفيديوهين يلي هلأ شفناهم. في ولد شفته بالصف قاعدين بيصوروا فيه الكل وقاعد بيرقص لأغنية تيك توك، رقصة تيك توك قاعد بيرقص للصف، بيعمل بريزنتيشن للرقصة تاعته. أنا رح أسوي ميوت للموسيقى بس يعني أحسن ما تسمعوا الموسيقى، الموسيقى إشي جدا سيء.
شوفوا شو قاعد بيعمل بالصف. التيك توك خرب الأجيال. شوفوا شو عم بيعمل سيباستيان. شو قاعد بتسوي ماكس؟ شو قاعد بتسوي مايكل؟ شو قاعد بتسوي؟ ليه هيك؟ ليه هيك تحط حالك بهيك موقف؟ شوفوا الرقصة تاعته. What is that? لا إله إلا الله، التيك توك جد خرب الأجيال. وضلوا مكمل هيك يرقص، ضلوا دقيقتين يرقص، والأولاد بالصف كلهم قاعدين بإحراج ما عارفين شو يسووا. بس أنا الصراحة لو كنت معك بالصف أنا حوقف بنص الصف. لو سمحت وقف الرقص تاعك، جدا سيء، لا تعيدها مرة تانية، هيك عم تحرش حالك. حكون صريح معك، أحكي لك من الآخر، ولا أنك تحط حالك بهيك موقف وواحد قاعد بيصورك وينزل هذا الفيديو على الإنترنت وينتشر. أحسن أني أنا أطلع أحكي لك من الآخر، سيباستيان وقف الرأس تاعك لأنه جدا بخصي، تنجرح شوي، ولا أنه ينزل الفيديو على الإنترنت وتنجرح كتير من الناس كلها يلي قاعدة بتنتقد فيه. هذا الإنسان ولا إشي قدام الفيديو الجاي اللي بدي أورجيكم إياه. في واحد رقص رقصة كيبوب، هو بيسمع بي تي اس ومن هذا الكلام، فقرر قرار انه يرقص الرقصة يلي تعلمها من الكيبوب والبي تي اس ومن هذا الكلام بالصف تاعه. زي ما انتم شايفين كمان رح اسوي ميوت عشان الموسيقى. بيرقص هاي الرقصة، بس مو هون المشكلة. شوفوا وقع. عشان هيك أنا دائما بحكي الأولاد ما لازم يسمعوا كي بوب، لأنه هيك بيصيروا. شفتوا هذا الفوفو بوي؟ وقع وقعة جدا بسيطة، صار يبكي بنص الصف. هو من الإحراج أتوقع صار بده يحاول يصرفها، فعمل حاله أنه كتير متضايق ووقع وقعة جدا قوية ومش قادر يتحرك. صار يحكي بالآخر أنا مش قادر أتحرك. صار بده يقلب الموضوع على أساس أنه هو جد تأذى عشان الناس تقوم وتشفق عليه، بس ولا حدا قام، ولا حدا سوى أي إشي. الكل قاعد بضحك عليك جوناثان. جوناثان ليه هيك عملت بحالك؟ ليه قررت انك ترقص بالصف لأغنية الكيبوب ولا البي تي اس يلي انت حافظها؟ لا تحطوا حالكم بمواقف محرجة بالمدرسة، لا تعملوا هيك بحالكم. المدرسة بتروح بتتعرف على أصحاب هناك، بتدرس فقط لا أكثر، بس انك تقعد ترقص وتروح تغني لبنات وتهدد الأولاد بطريقة الأنمي لأنك كتير بتحضر مسلسلات وبتحضر رسوم وأنمي ومن هذا الكلام، تروح تهددهم زي ما هم بيهددوا. إذا وقفت وراي أنا بأحميك، إذا وقفت جنبي أنا بدافع عنك، إذا وقفت قدامي أنا ما برحمك. ما تعمل هيك إشي، الكل رح يضحك عليك جوناثان، الكل رح يضحك عليك سيباستيان. في فيديو تاني شفته كمان لولد انضرب ضربة مرتبة. أنا ما رح أقدر أورجيكم الضربة تاعته اللي انضربها، بس بيستاهل هاي الضربة. هلأ بورجيكم ليش. بالبداية كان قاعد بيتنمر على هذا الولد، قاعد بدفش فيه، بتنمر عليه، بيمسكه هيك، يعني بيحاول يطلع منه ردة فعله. بالآخر الولد هداك يلي دائما بياكل تنمر رمى على الأرض رمية مرتبة. أنا ما حقدر أورجيكم الرمية هاي، بس بعد ما رمى على الأرض رح أقدر أورجيكم. شوفوا شو صار فيه بعد ما رمى على الأرض هذا الولد. الولد بعد ما رمى على الأرض مش عارف يجمع، مش عارف شو يعمل. هو متعود دائما أنه يتنمر عليه وهداك ما يعمل أي إشي، بس بالآخر هذا عمل إشي. لهون وبس، لهون وبس ماكس، ما في تنمر من اليوم ورايح، من اليوم ورايح ما في تتنمر علي. وهذا الولد بيستاهل الصراحة. عشان هيك كمان انت لما تكون بالمدرسة لا تروح تتمسخر على الأولاد، لا تتمسخر على واحد ما بتعرفه. اوكي لو بينك وبين صاحبك في مسخرة في مزح امزحوا مع بعض عادي، وهاي الاشي طبعا عادي بتصير بين كل الأصحاب، بس انك تتمسخر على ولد ما بتعرفه، ما بتعرف شو رح يصير فيك. يمكن يصير فيك زي ماكس. شفت ماكس شو صار فيه؟ ماكس بطل يجمع بعدها، داخ بعد ما انضرب الضربة هاي، بعد ما هداك الولد مسكه ورمى على الأرض، داخ بطل يعرف يجمع، ما عرف شو يعمل. فنصيحة مني، لا تتنمر على الأولاد اللي ما بتعرفها، لا تتمسخر عليهم الأولاد اللي ما بتعرفهم، لأنه ممكن يعملوا فيك زي ما صار بماكس. وبس هذا هو الفيديو لليوم. أنا شفت هاي الفيديوهات تاعت الأولاد بالمدارس وحبيت أحكي عنها. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم على خير. في أمان الله.